نيجي اول حاجه الكرسي. الكرسي طبعا العربيه فرش جلد، طبعا فرش جلد. هنا ارتفاع اتحكم فيه مانوال مش اوتوماتيك، اتحكم بس اوتوماتيك في القطنيه اللي هو ازرار القطنيه، مش عارف هيبان لكم في الفيديو ولا لا، بس انا هحاول ابينه يعني. اتحكم اكيد باينه في الفيديو معاكم، اتحكم في القطنيه اوتوماتيك ليس الا. نخش كده دي العربيه من جوه. طبعا العربيه فيها تعتيم ذاتي، الشاشه التاتش، طبعا العربيه فيها شاشه تاتش، فيها ستارت وستوب انجن. بس طبعا معيش المفتاح، ان لو عرفت اجيب المفتاح ممكن ابقى اعملها لكم. بس مره تانية تقريبا مش لاقيين المفتاح يعني، حاولت اسالهم بس قالوا مش لاقيين المفتاح. الفتيس الاوتوماتيك، طبعا فيها نظام السبورت مود، نظام التراكشن كنترول، طبعا ده السبورت مود. فرامل اليد للاسف للاسف مش كهرباء، فرامل اليد عاديه مانوال هاند بريك. الطاره، طبعا الطاره مالتي فانكشن، هنا اتحكم في البلوتوث وفي الكوماند سيستم، هنا اتحكم في مثبت السرعه ومحدد السرعه، وبرده اتحكم هنا في الكاسيت من هنا. طبعا زي ما اوريكم كده برده هحاول اوريكم تاني. هبقى ستارت وستوب انجن زي ما قلت لكم. الشاشه الوسطيه كلها شاشه ديجيتال في النص اللي هي الحته المنوره، حواليها يمين وشمال بتبقى انالوج وليس ديجيتال، برضو ده للعلم. الشاشه او العدادات مش كلها ديجيتال، فيها نص انالوج او معظمها انالوج. ده فتحات التكييف مكانها كويس جدا الصراحه. طبعا الخامات هنا فوق طبعا رابر بالكامل، ونفس الكلام هنا خامات رابر، خامات اعلى فئه كويسه طبعا، يعني اعلى فئه خاماتها محترمه جدا. انا شايف ان دي خامات محترمه جدا جدا يعني. اول الفئتين هما للاسف خامتهم مش كويسه خالص، لكن الفئات كلها لحد هنا كل ده رابر، كل ده جلد متطرز او رابر متطرز، فدي كويسه جدا. طبعا الكراسي زي ما قلت لكم كده، هنا يبان اكتر جلد، كرسي جلد، والحته دي كويسه جدا. مثلا اليد برده رابر كده وجلد. افتحوا لحضراتكم، في جوه مخرج كهرباء 12 فولت، مش عويط قوي يعني بس ماشي الحال. ده 2 كاب هولدرز، طبعا ده البيانو بلاك مع لمسه زي كروم كده في النص او بلاستيك بشكل كروم. طبعا العربيه فيها تكييف اوتوماتيك دول زون، ده زرار الدول زون هنا حكم اشتغل، ده زرار الاي سي، ده زرار تدوير التكييف الداخلي بتحكم فيه في المود، دي يعني بتزود المروحه وتقلل المروحه، نظام الايكو هيت او الكول، هنا تقفله. وطبعا هنا زرار الاوتوماتيك تكييف اوتوماتيك، وتحكم هنا في درجه الحراره يمين او شمال. طبعا ده زرار الانتظار بتاع العربيه. طبعا زي ما قلت لكم برده مرايات ذاتيه التعتيم، فتحه السقف بالكهرباء، طبعا دي بتتفتح خالص، بس انا للاسف برده زي ما قلت لكم يعني مش لاقيين انا المفتاح بتاع العربيه، عشان انا كنت افتحه عشان اوريه لحضراتكم. بعد ما تقفل دي ممكن تقعد تفتحها وتفتحها بايدك، انت حر يعني تقفلها وتفتحها. اكتر حاجه عجبتني في العربيه ان العربيه سيمبل، يعني العربيه ما فيهاش حاجات كتيره ممكن تتعبك، بالعكس العربيه سيمبل جدا في الشكل الداخلي بتاعها. بقعد اتفرج عليها كده واحده واحده. نيجي بقى الحته دي، هنا الاربع ازاز اوتوماتيك بضغطه واحده، يعني دي ضغطه ودي الثانيه نفس الكلام، هنا دي ضغطه ودي الثانيه، فالاربع ازاز في القفل وفي الفتح نفس الكلام. طبعا ده التحكم في المرايات، الحته دي تتحكم في المرايات، دي تقفل المرايات وتفتحها من هنا، هنا تتحكم في المرايات طبعا يمين وشمال. طبعا مسوغ العربيه اللوك، واكيد طبعا اللوك بتاعها هنا معروف، اللوك بتاعها من هنا تفتح اللوك. هنا تحت بتتحكم في مستوى الضوء، ارتفاع مستوى الضوء. ده كان بالنسبه للعربيه من قدام. نرجع كده نبص على العربيه من ورا، بحس برضه نشوف القعده ورا مريحه ولا لا. انا زي ما انتم شايفين كده انا قاعد قدام وقدام راح، يعني انا ممكن اطلع قدام شويه
احس ان انا مظبط القعده عشان ورا قد مساحه، وبرده في نفس الوقت انا بقى قدام زي ما انتم شايفين مستريح قاعد ملك العربي. نرجع كده نقعد ورا. زي ما شفنا قدام، انا قدام كنت مرجع الكرسي على اخره، عرفت عشان الاضاءه. تمام، انا كنت قدام مرجع كرسي على اخره، دلوقتي برضو انا قاعد قدام مستريح وفي نفس الوقت قاعد ورا مستريح، مع العلم ان طولي 185 سم يعني طويل جدا، فلذلك انا قاعد مستريح فوق، وفوق برضو راسي القعده مريحه. ده شكل العربيه كده من ورا. برضو ورا القعده كلها جلد، الفرش طبعا برضو بالكامل جلد، وده صراحه شيك جدا ومريح جدا، وخامته رابر يعني هتبقى قاعد مستريح مستريح. وطبعا اكبر اسان ميزه في العربيه ان فيها تكييف خلفي، وفي نفس الوقت العربيه مالتي لينك، عفشتها الخلفيه مالتي لينك، يعني انت من الاخر كده قاعد مستريح جدا جدا، يعني انت مش هتتعب ان العربيه تقول وحشه او لا، لا بالعكس العربيه مريحه جدا ومش هتتعب في القعده فيها نهائي. نقفل كده الباب، انا عايز اوريكم برده مستوى العزل. ده مستوى العزل، كل الصوت عن بره اختفى، وبرده مع العلم ان انا فتحه السقف فيها حته مفتوحه، فبرده داخل لي شويه صوت من بره. تمام؟ طبعا العربيه فيها من جوه لايت زي ما انتم شايفين كده. نور كده جاي منور الحته دي، ده بيطفى عشان قفلت الباب، عشان اول ما بتقفل الباب يعني المفروض يبقى ايه بيديك زي شويه عشان عايز تفتح الازاز او تقفله او الكلام ده كله. وبرده ازاز ورا زي ما انتم شايفين كده تكه واحده. لو اقفلها بينها لكم، افتح الباب كده عشان ابينها لكم. طبعا الليد زي ما انتم شايفين كده نور، انا عايز اجيب لكم احاول اجيب لكم الليد ده اهو، الليد المنور. نفس الازاز بيفتح بتكه واحده ويقفل طبعا بتكه واحده، معروفه يعني. في عربيه طبعا ب 450,000 جنيه. طبعا الخامات ده جلد، كل ده رابر، رابر من اوله لاخره مفيش فيه اي مشاكل. ده شكل العربيه من ورا.